ما سيحدثه في الجانب الآخر الإسرائيلي والشباب الإسرائيلي. حاجة بس حاجة الأخيرة حضرتك، حاضر حاضر، وإنه يعني أوقف قطار التطبيع. يعني عايز أقول بالعكس بقى، العرب كلهم اهتموا، ولما نشوف مجلس الأمن موقف الإمارات، لما نشوف موقف كل البلاد العربية، السعودية تراجع، السعودية كل الإمارات، السعودية، مصر، الأردن إلى آخره، في درجة أعلى من التآلف والتعاون. بالنسبة لإسرائيل كان في مظاهرات التحام أمام بيت رئيس الوزراء نتنياهو، ما بين اللي بيقولوا له عايزين نفرج على الناس، عايزين وإن أنت أسستك دي جابتنا في كذا وكذا وكذا، وبين مناصري. أي الحرب دي أولا أثبتت حالة الاضطراب والانقسام السياسي اللي موجود في إسرائيل. أي اتنين، تقول لحضرتك باطمئنان إن دي نهاية نتنياهو السياسية. وأنا بفسر العنف الكبير إن محاولة من القيادات السياسية والعسكرية نوع من إبراء الذمة، إن لما يتحاكموا يقولوا إحنا غلطنا وقصرنا وتراخينا في عملنا، لكن عوضنا دوت بالعنف اللي مارسناه على الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين. يعني في بقى سبب شخصي بالقيادات دي، يعني في شيء جديد بيحدث في إسرائيل. طبعا باليقين، باليقين في ناس عقلاء في أجهزة مخابرات وتقرير استراتيجي ومراكز بحوث هيقول لا احنا بنحارب الناس دول، عايز ترجع ل 48، ايوه عايز ترجع ل 67، ترجع لأوسلو، والموضوع ما بينتهيش، وهيبقى في ضغط دولي عليهم. فإذا عايز اقول إعادة طرح القضية الفلسطينية في أصولها، في جذورها، وعلى العالم كله، وعلى العالم كله. ايوه وحضرتك لما تشوفي الرأي العام الدولي آخر أسبوعين، لا في تحول ناحية التعاطف مع الشعب الفلسطيني. طب هذا التحول اللي حضرتك بتتكلم عنه، هل هو تحول في مواقف الشعوب؟ هل هو انصرف أيضا على مواقف الحكومات والتي كانت طول عمرها مؤيدة لإسرائيل؟ شوفي، تأييد إسرائيل له جذور الثقافية والحضارية، هم توصفهم لنفسهم يسموا نفسهم الحضارة اليهودية المسيحية، الجودو كريشن سيفيلايزيشن أو كولتشر، يعني بيعتبروا اليهود جزء دينيا العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. فقولوا أسقصوا بقى في التاريخ الأوروبي، أوروبا هي اللي شافت المعادات السامية، أوروبا هي اللي قتلت اليهود، أوروبا اللي كان في مذابح ضد اليهود في القرن التاسع عشر، وبالذات في مناطق روسيا القيصرية وشرق أوروبا، وفي القرن العشرين، وفي القرن العشرين ألمانيا والنازي. الله، فهو أولا يترعبوا من كلمة المعادات السامية، وإسرائيل نجحت إعلاميا إن أي نقد لها تعتبره معادات السامية، وكأن نقد سياسات إسرائيل يساوي معادات اليهود. فهم يعني عندهم تهيؤ لدعم إسرائيل لأسباب مختلفة ممكن نفصلها بعد كده حضرتك لو عايزة. طبعا رد الفعل بتاع الشعوب هو الأقوى، وأكثر من كده حضرتك رد فعل قطاع من يهود العالم. أيوه، وده جديد الحقيقة. بالظبط، في كثير من المظاهرات إما تلاقي شباب يهودي كاتبين كده اليهود من أجل السلام، اليهود من أجل حل القضية الفلسطينية، أو بيبقى فيه مظاهرات بأكملها يهودية. أيوه، فلا في الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير.